بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددا ويعتدون على المرابطين فيه، وحماس تؤكد أن المعركة ما زالت مفتوحة وتدعو إلى الاستغفار. حصيلة التفجير الإرهابي في مسجد بمزار شريف في أفغانستان ترتفع إلى 40 شهيدا ونحو 100 جريح، وداعش يتبلى. روسيا تعلن السيطرة على مدينة ماريوبول، وبوتين يشدد على إحكام التوقيع على مصنع أزوفستال وعدم اقتحامه. الرئيس الصيني يعلن رفض بلاده العقوبات الأحادية والكيل بمكيالين، ويطرح مبادرة لتعزيز الأمن العالمي. لليوم الخامس على التوالي اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم المسجد الأقصى، حيث اعتدت بوحشية على المرابطات والمرابطين فيه تمهيدا لاقتحام المستوطنين. وأمنت هذه القوة اقتحام نحو 800 مستوطن اليوم لباحات الأقصى وسط حراسة مشددة لهم من قبل الاحتلال، الذي كان يطلق في الوقت نفسه القنابل الصوتية والغازية والرصاص المطاطي باتجاه المصلين الفلسطينيين الذين تصدوا لها بما ملكت أيديهم قبل أن تعود هذه القوات وتنسحب ظهرا من الأقصى. وكانت قوات الاحتلال هاجمت الفلسطينيين في باحات الحرم القدسي الشريف وفي المصلى القبلي، ما أدى إلى إصابة 8 منهم بجروح. وانتهكت قوات الاحتلال حرمة المصلى القبلي في المسجد الأقصى، حيث عمدت إلى إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة باتجاه المعتكفين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. وتصدى شبان لقوات الاحتلال بالتكبيرات والهتافات والمفرقعات الضاربة. قوات الاحتلال اعتدت كذلك على الطواقم الصحفية وأخرجتها من باحات المسجد الأقصى، حيث لاحقت المصلين واعتدت عليهم. هذا يوم عصيب على المسجد الأقصى المبارك، وعصيب على دائرة الأوقاف، عصيب على المسلمين، بمعنى تفريغ الأقصى من المصلين المسلمين ووجود فقط المجموعات اليهودية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك. هذا أمر خطير يجب أن يتنبه له الجميع، بأننا في وضع يتطلب من الجميع الوحدة والوقوف بحزم أمام كل المخططات الإسرائيلية. بدوره دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من داخل المصلى القبلي في تصريح للميادين الأمة العربية إلى مساندة الشعب الفلسطيني فعليا ووقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى. نحن نقول أن دعوة لأهلنا وشعبنا لشد الرحال والرباط في هذه الأيام المباركة في المسجد الأقصى، في رسالة للعالم أن أهل فلسطين هم من يعززون إسلامية المسجد الأقصى المبارك، وأيضا في رسالة للأمة العربية والإسلامية أن تساند الشعب الفلسطيني في صموده ورباطه وتتخذ مواقف مساندة فعلية لوقف هذا الاحتلال وهجمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك ووقف انتهاكاته. إذا قامت الدول العربية والإسلامية تأخذ موقف موحد فعلي ربما سيستطيعون أن يقوموا بشيء لوقف هذه الانتهاكات في حق المسجد الأقصى. نجاح الفلسطينيين في فرض منع وصول مسيرة الأعلام الإسرائيلية إلى باب العمود قابلته محاولة إسرائيلية لعدم الربط بين جبهات القدس وغزة والضفة، محاولة شكك مراقبون في تحققها. تقرير منال إسماعيل.
شبح حدوث عملية سيف القدس 2 الذي يخيم على أروقة القرار في إسرائيل يدفع الحكومة الإسرائيلية للبحث جاهدة عن سبيل لا تؤدي فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والمسجد الأقصى إلى توسع التصعيد وتشابك الجبهات. إسرائيل تستخلص العبرة من عملية حارس الأسوار ومن الإخفاقات التي أدت إليها، لأن الربط بين القدس وغزة، ويجب الاعتراف بذلك، قد تأسس خلال عملية حارس الأسوار. ولذلك ما نراه هو أن إسرائيل تقوم بجهود من أجل منع هذا الربط مجددا. منع قوات الأمن الإسرائيلية مسيرة الأعلام من الوصول إلى باب العمود بعد تهديدات المقاومة الفلسطينية رأى فيه محللون إذعانا إسرائيليا وإنجازا يسجل للفلسطينيين. في حماس يرفعون شارة النصر ويعتبرون عدم وصول مسيرة الأعلام إلى باب العمود إنجازا على مستوى الوعي. وفيما الأنظار شاخصة نحو القدس المحتلة يسعون في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى فصل الربط بين الجبهات أي القدس وغزة والضفة، مهمة يبدو أنها صعبة التحقق برأي محللين. بعد عام على عملية حارس الأسوار، النجاح الأكبر لحماس وأصدقائها هو الربط التلقائي بين قطاع القدس وقطاع غزة. يمكن رؤية الربط بين القدس وغزة من دون إطلاق صاروخ واحد. نجاح فصائل المقاومة الفلسطينية في فرض خطوط حمر جديدة على إسرائيل نتج عنه برأي مراقبين تآكل في الردع الإسرائيلي وإذعان في القدس، وما يزيد الوضع سوءا وفقا لهم التقديرات التي تشير إلى أن القصة لم تنتهي، وأنه بانتظار إسرائيل أسابيع صعبة من الناحية الأمنية، ولا سيما في ظل حكومة إسرائيلية ضعيفة ومترنحة. أكدت حركة حماس أن المعركة مع الاحتلال ما زالت مفتوحة، ودعت في بيان لها الشعب الفلسطيني إلى الاستنفار والمشاركة في حملة الفجر العظيم غدا الجمعة دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى تحت شعار إنا باقون، وحيت حماس صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. استنكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القوة المفرطة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحث خلاله تطورات الأحداث الأخيرة. لافروف أكد استعداد روسيا لبذل كل جهد لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. من جهته دعا هنية إلى ممارسة روسيا دورا في كبح جماح الاعتداءات المتكررة للاحتلال. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المدارس والطلاب والأهالي، وتصدى الطلاب لقوات الاحتلال. في سياق آخر، نقل الإعلام الإسرائيلي مخاوف تل أبيب من تعظم قدرة قوة الرضوان التابعة لحزب الله على الحدود. صحيفة هارتس حذرت من امتلاك قوة الرضوان وسائل قتالية لم تكن لديها إبان حرب تموز 2006. الصحيفة اعتبرت أن قوة الرضوان راكمت خلال السنوات الماضية قدرات قتالية مهمة، فيما زادت قوات النخبة بحسب وصف الصحيفة التشكيل النارية الموجهة نحو الأراضي المحتلة، بالتوازي مع عجز الاحتلال عن مراكمة أي خبرات قتالية رغم مناوراته العسكرية والمحافظة على نمط قتالي تقليدي مقارنة بقوة الرضوان. على صعيد آخر، عقدت اللجنة الوزارية العربية اليوم اجتماعا طارئا لها في عمان لبحث التطورات في فلسطين المحتلة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية في القدس والحرم الشريف. اللجنة قالت إنها ستبقى في حالة انعقاد لمتابعة التوترات واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه بحسب بيانها. ألقت الاستخبارات العراقية القبض على 3 أشخاص مطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب، وأعلنت الاستخبارات القبض على إرهابيين في نينوى وآخر في الرمادي في الأنبار، وتم تسليمهم إلى القضاء المختص وفق أحكام المادة 4 المتعلقة بالإرهاب.
إلى أفغانستان، حيث ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف أحد أكبر مساجد مدينة مزار شريف شمال البلاد إلى 40 شهيدا ونحو 100 جريح. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجار الذي استهدف مسجد سهدكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في المدينة شمال البلاد. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد عن قلق بلاده من الأنباء التي تفيد بوقوع عدة انفجارات في عدد من المدن الأفغانية. زاد أشار إلى أن الأعمال الإرهابية في شهر رمضان المبارك واستهداف المصلين في المساجد أمر بشع. هذه النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، والآن إلى آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت روسيا اليوم السيطرة على مدينة ماريوبل في جنوب شرق أوكرانيا، فيما أبقت حصارها لمصنع أزوفستال الذي يضم 2000 مسلح أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا تضمن التعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة أزوفستال، وخلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مهنئا إياه بالسيطرة على المدينة جنوب أوكرانيا، قال بوتين إنه لا حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية فيها. شويغو أعلن من جهته استسلام أكثر من 1400 مسلح محاصر داخل المدينة. عزيزي فلاديمير، قامت القوات المسلحة للاتحاد الروسي والقوات الشعبية لجمهورية دانيتسك الشعبية بتحرير ماريوبول. ماريوبول كلها تحت سيطرة الجيش الروسي والقوات الشعبية لجمهورية دانيتسك، ومقاطعة أزوفستال بمن فيها من فلول القوميين والمرتزقة الأجانب محاصرة بشكل آمن. أما بالنسبة لأولئك الذين فروا في أنحاء المحيط فنحتاج إلى حوالي 3 إلى 4 أيام لإكمال المهمة. أنا أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية غير ضروري، أطلب منك إلغاءه. أعني أننا يجب أن نفكر دائما حول الحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا. ليست هناك حاجة للصعود إلى سراديب الموتى والزحف تحت الأرض عبر هذه المنشآت الصناعية. أغلق هذه المنطقة الصناعية حتى لا يمكن حتى للذباب أن يمر عبرها. أدعو كل من لم يلقوا أسلحتهم بعد أن يفعلوا ذلك، ويضمن الجانب الروسي حياتهم ومعاملتهم الكريمة بموجب الحقوق القانونية الدولية. بالطبع أن السيطرة على مركز مهم في الجنوب مثل ماريوبول يعد نجاحا، تهانينا لك. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والمدفعية قصفت نحو 1000 هدف عسكري في أوكرانيا خلال يوم واحد. المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوف قال إن قواته سيطرت بالكامل على بلدة كريمينا شرق أوكرانيا، مؤكدا أن الطيران الروسي ضرب 20 منطقة تمركز للقوات البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق مختلفة. في المقابل، أشار المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر شبوتون إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها في شرق أوكرانيا بهدف فرض سيطرة كاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك. يحاول العدو مواصلة العمليات الهجومية في منطقة العمليات الشرقية من أجل بسط سيطرته الكاملة على أراضي منطقتي دانيتسك ولوغانسك. العدو يواصل شن ضربات صاروخية وقصف البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لا تزال تنتظر رد كييف بعدما سلمتها وثيقة تتعلق بمحادثات السلام معها، متسائلا عن سبب عدم إطلاع الرئيس الأوكراني على فحوى الوثيقة الروسية.
تم تسليم صياغتنا لآخر نسخة من الوثيقة إلى الوفد الأوكراني في المفاوضات، والآن ننتظر الرد، على الرغم من أننا سمعنا بيان الرئيس زيلينسكي الذي أعلن فيه عدم تلقيه أي وثيقة. هذا الأمر يثير أسئلة مهمة، لماذا لم يتم إطلاع الرئيس زيلينسكي على خيارات وثيقتنا المسلمة للوفد الأوكراني؟ وفي الخطوات السياسية، أعلنت روسيا إغلاق قنصليات إستونيا وليتوانيا ولاتفيا في موسكو، وقالت إنها قررت إغلاق قنصليات هذه الدول في أراضيها وإعلان جميع موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها بإجراء جوابي. وكانت موسكو حذرت من المعاملة بالمثل مع الدول التي أغلقت السفارة الروسية فيها. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين ترفض العقوبات أحادية الجانب، لكنها لا تريد تصعيد المواجهة. وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي الآسيوي، قال الرئيس الصيني إن بلاده ترفض اتباع معايير مزدوجة في تسوية القضايا الدولية وتشكيل تكتلات وسياسة الكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن عقلية الحرب الباردة تقوض أسس السلام العالمي، واقترح مبادرة الأمن العالمي لتعزيز الأمن للجميع في العالم. في العالم اليوم، إن أي نزعة أحادية وأنانية متطرفة غير قابلة للتطبيق، وأي فصل أو قطع للإمدادات أو ضغوط شديدة هي مواجهة غير مجدية. يجب أن نتمسك بالتسوية السلمية للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، وبدعم جميع الجهود التي تفضي إلى الحل السلمي وعدم ممارسة المعايير المزدوجة ومعارضة إساءة استخدام العقوبات الأحادية. والآن إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة جولتها الثانية يوم الأحد المقبل. قالت مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبين إن فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بفترة ثانية سيؤدي إلى كارثة اجتماعية. لوبين أضافت للصحفيين خلال جولتها الانتخابية في سوم شمال فرنسا أن ولاية ثانية لإيمانويل ماكرون ستكون نسخة أسوأ من فترته الأولى. المناظرات التي عقدت أمس بين ماكرون ولوبين التي روج لها الإعلام لحظة مفصلية لم تخلو من بعض اللكمات المتبادلة بين المرشحين للرئاسة الفرنسية، لكنها أكدت الاتفاق على إدارة الظهر لأسباب الأزمات والتباين في اختيار مساحيق التجميل. قراءة لقاسم عز الدين. خلال ما يقرب من 3 ساعات طغت عليها لعبة الأرقام التي حلق بها موزار الاقتصاد بحسب وصف لوبين، استعرض المتباريان كل شيء، ولا شيء في العمق لتغيير سياسات الانحدار أو معالجة الشرخ الذي ينذر بالانفجار. الكفاف الحاد على عتبة الفقر اتخذته لوبين مرتبة لتنصيبها بطلة القدرة الشرائية في وعود زيادة الأجور وإعادة الأموال إلى الفرنسيين كما تقول، لكنها أموال شركات الفرنسيين يجيبها ماكرون، وليس بمقدور كلانا إثقالها بأعباء تحدها من تمثيل عظمة فرنسا بين الشركات الكبرى. على هذا الغرار يتناول ماكرون ولوبين استثمار أصحاب الرساميل في التعليم والصحة والمناخ والطاقة، فتتخيل لوبين تخفيف غلوائهم بشحن غيرتهم القومية العنصرية، ولا تقترب من إصلاحات ماكرون في الخصخصة وتسريح العاملين حرصا على حساسية نفوذ كبار المال والأعمال. التباين السطحي بين لوبين وماكرون لا يفسد في عمق الود قضية، توافقا على سيطرة بيوتات الاستشارات والخبرة في التحكم بإدارات الدولة لتصفية الحقوق والشأن العام. فالإشارة إلى شركة ماكنزي وحدها تدل على عدم الخلاف في تسليم رقابة القطاعات الحكومية إلى شركات المستشارين المتنفذة كأورو جروب وكاب جيميني.
في ظل المناخ السياسي الموبوء لم تتجرأ لوبان على البوح بما تضمره لأوروبا وفي السياسة الخارجية التي اقتصرت على أوكرانيا، فلعثمها ماكرون بالقرض الروسي وباتهام بوتين بالغزو، فلم تتطرق إلى مسؤولية ماكرون وأوروبا عن خنوع الرباعية وتضييع اتفاقات مينسك، لكنها فكت لعثمتها في إطلاق لسانها ضد الهجرة والمسلمين، فاتهمها ماكرون بإثارة الحرب الأهلية. وفي معمعة جيش التواصل الاجتماعي الصاخبة يمكن أن يستعيد ماكرون تعليق فرانسوا ميتيران: لا أعرف إذا كسبت المباراة، لكن أعلم أنني لم أخسرها. إلى الهند، حيث يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارته الهادفة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. وأعلن جونسون عن استثمارات كبيرة في قطاعات رئيسة بين بريطانيا والهند والتعاون في مجالات العلوم والصحة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أمن الطاقة والدفاع. لدينا فرصة لتعميق شراكتنا الأمنية والدفاعية، والمملكة المتحدة تضع منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مراجعتها المتكاملة لاستراتيجيتها للدفاع والأمن الوطني، وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله بالنظر إلى الجزء الضخم من الاقتصاد العالمي ونموه المتوفر في هذه المنطقة. ونحن نتشارك مع الهند المخاوف بشأن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. نقي ميرزائي علامة بارزة في مدينة قزوين غرب طهران، خط مسارا إنسانيا مميزا عبر مساعدة عشرات آلاف المقبلين على الزواج طوال 3 عقود. نتابع المزيد في تقرير بيسان طراف. كل شيء حولنا يمضي ويغيب وقد تختفي ذكراه إلا الخير. قصتنا اليوم من مدينة قزوين غرب طهران، قصة إنسان اختار الخير طريقا له، فخط أبجدية إنسانية قل نظيرها. بدأها نقي ميرزائي منذ 30 عاما بغرفة ضيقة حتى أصبحت اليوم مؤسسة خيرية ضخمة، شعارها افعلوا الخير فقط لوجه الله، فالله من سيكرمكم. في الماضي كنت أعمل في تجارة الأقمشة في البازار، وبعدما زوجت أولادي تركت لهم التجارة وتفرغت لخدمة الله ومساعدة عشرات آلاف العائلات التي لا قدرة لديها على تجهيز بناتها. لو بقيت أعمل في الأقمشة كنت سأنهمك في تجميع المليارات وأنسى أنه في حياتنا كثير من الناس المحتاجين. الحمد لله، كل ما ترونه هنا من بضائع ومعدات إيرانية الصنع بهدف تشجيع الاقتصاد الإيراني. في شهر رمضان نجمع مبلغ 2 ملياري تومان من المصلين في المساجد. إحدى السيدات قدمت لنا ذهبها وقالت لي: أنا أشهد أن الذهب الذي أضعه في يدي كثير علي ولن ينفعني يوم القيامة. شاهدت في التلفزيون رجلا محترما لم يكن من أصحاب المليارات، لكنه استطاع بالقوة والجهد مساعدة مئات الأزواج. نعم، يجب علينا الترويج لأعمال كهذه والحديث عن أشخاص كهؤلاء، فالترويج للفضائل أحد واجبات الناس. كل قزوين أتت تبارك لي بعد كلام السيد عني، سعادتي كانت بلا حدود. حديث السيد دفع الكثيرين لخدمة الناس في كل المحافظات. ما أفعله ليس للتباهي، إنما هو خدمة لوجه الله. لم يبقى لنا إلا التذكير بالعناوين. قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددا ويعتدون على المرابطين فيه، وحماس تؤكد أن المعركة ما زالت مفتوحة وتدعو إلى الاستنفار. حصيلة التفجير الإرهابي في مسجد بمزار شريف في أفغانستان ترتفع إلى 40 شهيدا ونحو 100 جريح، وداعش يتبنى.
روسيا تعلن السيطرة على مدينة ماريوبل، وبوتين يشدد على إحكام التوقيع على مصنع أزوفستال وعدم اقتحامه. الرئيس الصيني يعلن رفض بلاده العقوبات الأحادية والكيل بمكيالين، ويطرح مبادرة لتعزيز الأمن العالمي. دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحة الميادين على الإنترنت، الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.